يوم حلمت حلم أن معي أخي، وكأن في الحوش، وفي أسد، وصغيره صغير الأسد، طيب وبعدين وكان معاه بنتين صغيرتين، وكان أخي يضربهم، وفي الأخير الكل دخل إلى البيت وهذا المكان. وطبعا رؤية الأسد لما يكون موجود في الحوش ومعاه صغير، فمعناته يعني سبحان الله إن الأسد هنا في الرؤية دي دليل على الشيطان، طالما إن أنتم ضربتوه، والأسد بيرمز إلى الشيطان، ومعنى إن أخوك يعني سبحان الله ضرب هذا الشيطان، فمعناته إن ربنا سبحانه وتعالى بينصركم عليه. أنت كنت طلعت معايا قبل كده مرة وقلت لك حط كوباية المية، وش حصل في المية لما أنت استخدمتيها؟ في الغد تبدل لونها، أصبح ملون، فيه أبيض كالجير. بالظبط كده، إذا يعني معناته إن سبحان الله سحبت المادة السحرية اللي كانت موجودة في الغرفة عندك. طيب أنت لما عملت الطريقة ديت يعني هل حصل تغيرات في جسدك أو حصلت راحة أو شفيت من أي تعب؟ ارتحت كتير، بس بعدها حلمت بالشخص اللي شخص لابس أحمر كان يهمس في أذني، وحسيت بنبض في رأسي وفي بطني. بعدها مرت لمدة 4 أيام وشيء هكا، مثل هذا. وبس اليوم الحمد لله مرتاحة، اليوم والبارح يعني، طيب جميل جدا. بس البارح حلمت طيب بشخص، بنفس الشخص اسمه حكيم، وكأنه كان يلبس لباس عمل، وكان في صالة التدريب يقوم بالتدريبات، وكنت مندهشة أنه لابس هذاك اللباس الأسود. طيب جميل جدا. نعم، إذا كل الأحلام اللي أنت ذكرتيها معناته أنك أنت يعني سبحان الله في مرحلة الشفاء من السحر. هات كوباية مية لو سمحت كده، كل شخص بيسمعني يجيب كوباية مية. نعم. طيب بص يا ستي، دوقي شمي ريحه المايه كده ودوقيها، وكل شخص بيسمعني يجيب كوبايه مايه برضه ويشم ريحتها ويدوقها وجربوا، يعني مش هتخسروا اي حاجه. لو عندك اي شيطان ساكن في الغرفه حوالين منك، او عندك بيجي لك جاسوم او بيجي لك احلام سيئه او بيطلع لك مثلا كدمات زرقاء في رجليكي او ضيق في الصدر، او ان تتحسس ان في حد يعني سبحان الله بينام جنبك وانت نايمه، او في نفور بينك وبين الزوج او نفور بينك وبين الزوجه، جرب الطريقه ديت مش هتخسر اي حاجه. هتبص تلاقي ان السحر او اذا كان مرشوش او يعني سبحان الله منثور في الهواء هيجمع في نفس الكوب لما تبيته تاني يوم للصبح باذن الله. طبعا الميه عاديه عندك صحيح؟ عادي. طيب اوكي، اعملي لي كف ايدك كده، وكل اللي بيسمعني يعمل كف ايده كده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. اتفتح الصبع الصغير الآن، اتفتح الصبع الصغير، يفتح الصبع الصغير أكتر، يفتح الصبع الصغير أكتر، يفتح أكتر، يتفتح كمان أكتر. طيب بسم الله، إذا كان في الجسد ده أكتر من شيطان، يتحرك الصبع الصغير للأمام والخلف وتنفرج جميع الأصابع. إذا كان في الجسد ده متسلط عليه أكتر من شيطان، تتفتح جميع الأصابع الآن. عندي رجفة في صباعي. طيب جميل جدا، واضح جدا، تمام اوكي. طيب اسمعيني، كل اللي موجود معانا على البث اسمعنا يا شباب، واللي سمعنا دلوقتي وجاهز انه يسمع الركعه بتاعتنا يقول بسم الله، ويكتب حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يسكن اجسامنا. قولي ورايا كده، حسبنا الله ونعم الوكيل 3 مرات، حسبي الله ونعم الوكيل، كمان حسبي مرات، الله ونعم الوكيل، كمان حسبي مرات، الله ونعم الوكيل، حسبي كمان الله مرات. ونعم الوكيل، طيب حسبي الله ونعم الوكيل. قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي ضيق نفس وتسارع في دقات القلب، لا طيب حول ولا جميل قوة. جدا، ما فيش مشكلة. طيب كل شخص بيسمعني يقول ايه اللي حصل معاه على التكست يا شباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.
وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. غمض عينك. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين أو ليأتيني بسلطان مبين. والطير محشورة 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 كل له أواب. 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 وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء قدير. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. 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 أنت أكتافك تحس إن فيها نار، صحيح؟ لا أحس حسيت برجفة في يديني في يدي. طيب الأكتاف دلوقتي هتحس كأن في حاجة طعنت فيها، كأن في حاجة كده يعني وضعت في الأبر، كأن شوك دخل في الأكتاف عندك، وكل شخص بيسمعني هيحصل معاك نفس الشيء لو أنت متابع الرقية. حصل معاكي كده؟ لا عندي نبض في رأسي. طيب قولي بسم الله. بسم الله. اللهم عليك به كل ما علا وارتفع، اللهم عليك به كل ما علا وارتفع، اللهم عليك به كل ما علا وارتفع. بسم الله الرحمن الرحيم. يسحب هذا الخبيث، يسحب هذا الخبيث وتكسر أجنحته. يسحب وتكسر أجنحته، يسحب وتكسر أجنحته. تقطع أجنحتي بأمر الله، اللهم أنزل عليه صواعق من السماء تحرقه. تقطع الأجنحة بأمر الله، 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 تقطع الأجنحة بأمر الله. اللهم عليك به يا رب العالمين. تحس كأن في حاجة يعني سبحان الله خبطت أكتافك الاثنين، صحيح؟ لا حسيت برجلي ويدي يرجفون، برجفة برودة في يدي طيب اللي تصادم. شايفة أماكن الأكتاف عندك؟ بص يعني استشعريها الآن، هتبص تلاقي فيها تنميل ونبض. حصل تنميل ونبض في أكتافك؟ طيب ركزي معايا. إيه؟ عندي برودة في أصابع يدي. طيب البرودة في أصابع إيدك فقط. طيب قولي بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا
إن الله سميع عليم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان واضربوا منهم كل بنان. تحس في حاجة لفت حوالين رقبتك صح؟ عندي نبض في رأسي. طيب حسيت إن في حاجة لفت حوالين رقبتك ولا لأ؟ إيش اللي حصل في راسك ورقبتك؟ عندي نبض، يعني حسيت بنبض. طيب غمض عينك. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل بسم الله. تحس إن في برودة شملت كل جسمك كله صحيح؟ في يدي وعندي ارتخاء في جسمي، يعني حسيت بارتخاء في جسمي. طيب قولي بسم الله كمان مرة. بس قولي كمان مرة بسم الله. طيب في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت هتبص تلاقي إن في نفضة حصلت في جسدك صحيح؟ يعني دخل نفس، يعني بس ما فيش نفضة، ايه ما فيش نفضة يعني، بس حسيت بهواء، هواء بارد دخل. طيب عبد الله شوف حلف ده لقيت هواء بارد دخل على جسمك صح؟ نعم، في رئتي. ما حصلش نبضة بعد الهواء البارد؟ الآن عندي فقط صداع ربنا في يفتح. صداع في الرأس. طب قول بسم الله، قولي بسم الله كده لو سمحتي. طيب هتبص تلاقي ان راسك يعني ايه فيها تنميل غريب كده صحيح؟ طيب بعد التنميل الغريب هتبص تلاقي ان في برودة حصلت في راسك الآن. بردت راسك؟ لا، بس طيب عندي يعني بحس الصداع ايه؟
بحس ثقل في راسي. طب قولي بسم الله. التقل ده الآن بيتحول لبرود، يعني هواء بارد بينزل عليه أو نبض. عندي كأن شكة إبرة في تمام. طيب قولي بسم الله كمان مرة. دلوقتي اختفى الألم والتقل اللي كان موجود في المكان ده. صحيح. طيب اذا حط الموبايل وقومي حركي جسمك، هتلاقي جسمك خف جدا، ما فيهوش اي طول ولا اي شيء. شم رائحة المية اللي موجودة جنبك، وكل شخص يعني جاب كوباية مية وحطها جنبه، يشم رائحة المية. شم رائحة المية. غيرت الريحة بتاعتها صحيح؟ قليلا، يعني مش زي المرة اللي فاتت. طيب قولي بسم الله واشربيها. تحس ان المية طالعة من بير، كأنها طالعة من تحت الارض، مش مية طبيعية صح؟ لأنها ثقيلة. نعم. طيب اوكي، حط كوباية المية دي في نفس الموضع وقول لنا ايه اللي هيحصل معاكي بكرة ان شاء الرحمن. طيب طيب. في البيت أحطها في البيت في غرفتي. بنفس الطريقة. اي داكو. ورا 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 عقب الباب وغطيها كما قلنا المرة اللي فاتت بالضبط. طيب، شكرا شكرا، جزاك الله خيرا. والله شكرا، تبارك الله. بارك الله.